بخصوص حوض سوس ماسة تميزت السنة المنصرمة بمواصلة إنجاز أشغال تالية سد المختار السوسي بإقليم تالودان لتبلغ سعته 281 مليون متر مكعب والتي بلغت نسبة الإنجاز 42%. مواصلة إنجاز أشغال سد تامري بعملة أكادير بسعة تخزين 204 مليون متر مكعب والتي سيمكن تأمين زويد ماء الشرب وكذلك توفير مياه السقي وبلغت نسبة الإنجاز 29%. استغلال محطة تحلية المياه البحر بشتوكا أيت بها مما سيمكن من مكن من تلبية حاجيات أكادير الكبير من الماء سهل الشرب بصفة عادية وتغطية العجز الحاصل في الفرشة المائية لشتوكا بسقي حوالي 10 هكتار. بهذا الصدد جاءت الملكة أعطانا تعليمات في إطار البرنامج الاستعجالي من أجل حل إشكالية مطروحة بالنسبة للقنوات التي تعرف بعض الاضطرابات واللي أدت إلى توقف في بعض الأحيان الماء سهل الشرب بالنسبة للساكنة. اليوم إن شاء الله غنوفروا واحد 440 مليون درهم إضافية باش تبنى قنوات جديدة باش هذا الإشكال ما يبقاش يتطرح في المستقبل.